بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحقيقة سعيد جداً إن إحنا مع شبابنا وولادنا كل سنة وأنتم طيبين. العيد على الأبواب، عيد الأضحى المبارك، لكن الحقيقة الفكرة بتعكس اهتمام الشباب بهواية الرياضية المختلفة، وبتمثل كمان نقلة لمؤسسة نقابة المحامين. نقابة المحامين المؤسسة العريقة دي كان لابد أن تنتقل في خدمة مجتمعها إلى كمان تساهم كمؤسسة رياضية في نهضة شبابية جديدة، وأنا بتوقع إنه هذا النادي سيضيف إلى الرياضة المصرية وإلى الشباب المصري إضافات جديدة. انتوا جزء من المجتمع، النادي بما يحمله من هوايات ترفعوا اسم النقابة في المجال الرياضي في المواقع المختلفة. احنا بنسعى فعلا هيبقى نادي محترف، هو كمان مش بس بيمثل قيمة رياضية، هيمثل في المستقبل، ويمكن انه يمثل في المستقبل مورد من الموارد المالية لنقابة المحامين. احنا شايفين الأندية الشركات زي الغزل المحلة وإمبي وبتروجيت والداخلية وطلع الجيش والإنتاج الحربي في البداية كانت زينا، لكن النهاردة بقت بتتكلم في الاحتراف وبقى عندها لعيبة وبتبيعهم بمبالغ ضخمة. دي كلها يمكن أن تمثل عائد لنقابة المحامين فضلا عن انها ترفع اسم نقابة المحامين. انا بعتقد ان السيد النقيب واعضاء المجلس كلنا كنا متحمسين للفكرة، لانها فكرة بتدي للشباب امكانيات وتفتح امامهم ابواب جديدة للمستقبل. فالحقيقة النهاردة احنا بنحتفي معاكم بالإعلان عن تأسيس وبدء فعالية النادي. انا الحقيقة زي ما اتفضل الزملاء اللي قبلي واتكلموا، احنا مش عايزين يبقى نادي كورة لفريق الرجال فقط حتى ولا للأشبال. احنا بنطمح كمان ان يبقى في أندية سيدات زي نادي الدجلة، وادي الدجلة في بنات، في أندية كثيرة للبنات. بنطمح ان احنا يبقى عندنا تنس طاولة، تنس عادي، يعني يبقى في فرق للرجال والسيدات والبنات، لان ده هيبقى مؤسسة. واعتقد انه في مخططنا انه احنا عندنا النادي بتاع 6 اكتوبر يمكن في ارض التجمع اللي هي المخصصة للنقابة يتخصص جزء للنادي، ايضا لنادي المحامين. احنا عندنا طموح بيكم وليكم انه يبقى فيه نادي للمحامين يجمع الرياضات وينقل نقابة المحامين كمؤسسة مهنية بتدافع عن حقوق الناس ايضا الى مؤسسة رياضية تضيف للشباب المصري والشباب، وتضيف لآمال وطموحات هذا الوطن في بناء مستقبل أفضل إن شاء الله. بداية موفقة. والكابتن إسلام إحنا بنتكلم في دوري الدرجة الرابعة، مستشار اتحاد الكرة محامي هيدخلنا دوري الدرجة الرابعة. عندنا كتير من الإمكانيات كنا بنتكلم فيها إزاي نجيب بعض الأصدقاء من فرق الكورة أو كباتن الكورة، أحمد كشري مش عارف إيه، يساعدوا إسلام في الاختيارات وفي إنه يجهز لنا أو يرشح لنا حد من المدربين. هي بس البداية بتبقى صعبة، لكن إن شاء الله المستقبل أفضل بيكم ولكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.